هذا وقد استذكر أبناء البحرين والوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتقدير والعرفان، استذكروا مآثر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله، وأعربوا عن مشاعرهم العميقة التي تأسست على الحب والوفاء للأمير الراحل. أنا ما قمت بشيء إلا الحقيقة لأن انغرس حب هذا الشعب في قلبي وبادلني هذا الشعب المحبة، وأنا ما أقدر أقول شكرا لهذا الشعب بكلمات، لكن يعلم الله ما نكنا من محبة وود وإخلاص وتفاني لهذا الشعب. حزن عظيم ومشاعر صادقة تناقلها أبناء مملكة البحرين والعالم العربي بعد إعلان رحيل أمير القلوب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله. هذه المشاعر العميقة تأسست بحب ووفاء للفقيد الغالي، فطيب سيرته تأصل خلال مواقفه الكثيرة التي كان فيها قريبا من المواطن والمقيم والقضايا العربية والإنسانية جمعاء بفضل حكمته وسعة صدره ورأيه السديد. أمير فذ بفكره النير وطيب سيرته الذي انتشر وفاح في بقاع الأرض، الأمير الراحل خليفة بن سلمان، سيرة خالدة لا تختصرها جمل ولا تصفها حروف، إلى جنة الخلد بإذن الله. يسرني اليوم أن أزوركم، أولا وأشكركم على ما قدمتوه وتقدمونه من خدمة لبلدكم ولشعبكم اللي ولله الحمد عكس شكر شعبكم في انعقاد المجلس الوطني اللي الحقيقة الأخوة النواب شكروا على ما قدمتوه من الحفاظ على الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز.